طوال 12 عاما حملت هذه المدرسة الواقعة في قاع القيض في صنعاء اسم مدرسة أرض الجنتين، لكن الكوارث التي شهدتها البلاد أثبتت أن ليس لهذه المدرسة من الاسم شيء. بنيت هذه المدرسة قبل قرابة عقد ونيف، فتجاوز عمرها أعمار التلاميذ الذين تحتضنهم بين جدرانها المتشققة. كان هؤلاء الطلاب يرتصون بالمئات في فصولها دون أن يدركوا أن سطحها المتصدع الذي يظللهم قد ينهار في أي لحظة، وهذا ما حدث مؤخرا. هوى السطح ليسقط معه العديد من التلاميذ متسببا بإصابة 9 طالبات، بعضهن أصبن بجروح بالغة وتم إسعافهن إلى أحد المستشفيات، واستمرت عملية إنقاذ وانتشال بقية الطالبات من تحت الأنقاض لساعات. نداءات كثيرة أطلقت قبل وقوع الكارثة، كان أحدها على شاشة قناة بلقيس دون أن تجد هذه النداءات أي آذان صاغية. ومنذ تشييدها افتقرت المدرسة لأبسط المقومات التي تجعلها صالحة للتعليم، حيث لم تكن تحوي على الكراسي، بالإضافة إلى أن أرضية الفصول ظلت ترابية طوال تلك السنين دون أن تقوم أي جهة بتهيئتها رغم المناشدات المستمرة للقائمين عليها. وهذه ليست المدرسة الوحيدة في المنطقة التي تعاني من الإهمال، فبحسب الأهالي فإن 5 مدارس أيضا في نفس المنطقة تهدد حياة أبنائهم بسبب تآكل جدرانها وأسطحها، ونظرا إلى قدم تشييدها بشكل بدائي.